ثم اعلم أن الناس عند المصيبة على أقسام أربعة. القسم الأول أن يكون شاكرا، المرتبة الأولى أو القسم الأول الشكر، فيشكر الله تعالى عند المصيبة. فإذا قال قائل كيف يشكر الله تعالى عند المصيبة؟ فالجواب أنه يشكره لوجوه ثلاثة. أولا يشكر الله تعالى أن الله قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. فإذا قدر مثلا أن شخصا احترق بيته وسلم أولاده، هذه مصيبة، فيحمد الله عز وجل أن الله عز وجل نجى أولاده ولم يصيبهم شيء من الأذى. ثانيا يشكر الله عز وجل لأن المصائب نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. وثالثا يشكر الله تعالى لأن المصائب كفارات، فما من مسلم يصيبه ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. هذه المرتبة الأولى أو القسم الأول الشكر. المرتبة الثانية مرتبة الرضا، وهو أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لأنه قد رضي بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما، فهو لرضاه بربه لا لموت قلبه يكون راضيا. وهاتان المرتبتان الشكر والرضا مستحبة، مستحبتان. المرتبة الثالثة أو القسم الثالث الصبر، وهو أن يحبس قلبه عن التسخط ولسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله، وهو واجب. يعني الصبر واجب. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر ابنها قال لها اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت تعتذر، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والمرتبة الرابعة مرتبة السخط، بأن يتسخط على الله تعالى بقلبه أو لسانه أو جوارحه. فبعض الناس ربما تسخط على الله تعالى بقلبه، ربي لما أفقرتني وأغنيت فلانا، لما جعلتني عقيما ورزقت فلانا، لما سلبت أولادي وفلان أولاده على قيد الحياة ونحو ذلك، وهذا محرم واعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. التسخط أيضا يكون باللسان، بالدعاء، بالويل والثبور، وويلاه وثبوراه ومصيبتاه. ويكون أيضا بالجوارح، بلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فكل هذا من الأمور المحرمة، بل هي من كبائر الذنوب.